السلامة ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم الريسيت نتاع السابلي اللي وعدتكم باش نهبطها لكم نهار الاحد اللي هو اليوم. الريسيت بنينه برشا ومجربه تحفونه على الاخر، ننصحكم جربوها. وتوا خلينا نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نعملوها. المقادير اللي باش نستحقوهم باش نعملو السابلي التونسي طريقه تراديسيونيل، عندنا كيلو ونص فارينه يعني 1500 غرام فارينه، عندنا 6 بيضات 6 عظمات، عندنا 75 غرام دجاج اللي هما 6 مغارف كبار متاع ماكلة، وعندنا هنا سكر محور 450 غرام سكر بودر، عندنا سكر فانيليا اللي هما 3 مغارف كبار يطلعوا 75 سامحوني 45 غرام، عندنا رشة ملح لازمة، عندنا الزبدة، زبدة مش ذايبة برشا مي طرية على خاطر اني كانت عندي زبدة باردة في الفريجيدير دونك ذوبتها شوية في الميكروون. يعني باش نعجن العجينة متاع السابلي في الباتور، وتنجمو تعجنوها بيديكم، اللي ما عندوش باتور اللي نجم يعجنها بايدو سهلة ما فيها حتى شيء. اللي جوست باش نسهل عليها الخدمة، اول حاجة باش نبدأ بالعظم، عندنا 6 عظمات باش نحط السكر والسكر فاني، سامحوني على صوتي على خاطر اني مريضه ما حبيتش نبطع عليكم بالفيديو على خاطر برشا طلبوا مني. هذا السكر محور سكر بودر، عندنا 450 غرام، باش نبدا نركض العظم والسكر باليد هذه، وباش نزيدو من بعد الزبده. بعد كي نجي نحط الفارينه باش نعجن بهذه خاطر هذه اسهل تولي. نبداو بشويه باش ما يطيرش علينا السكر البودر الكل. طبيعة ما ننساوش رشة الملح، حطوا رشة باهية ملح تخلي العظم يتكسر القوام بتاعه ويتركز لكم احسن. نزيدوا الزبدة، المستحسن الزبدة ما نذوبوهاش في الميكروويف، أحسن حاجة خرجوها قبل شوية وقت وحطوها في الكوجينة حداكم وخليها تذوب في عقلها باش بعد تدخل في وسط العجين الكل أسهل. يعني عندنا هنا الفارينة وعندنا النشا والخميرة باش نخلطو مع بعضهم، باش نزيدوهم بشوية بشوية الخليط بتاع الزبدة والعظم والسكر. يعني نحط النشا في العجينة يعني مع الفارينة على خاطر يخلي كعبات السابلي تجي هشيشة، تجي خفيفة وما تبداش يابسة تتقرمش، تجي طرية. حطيت شويه فارينه وباش نبدا نحط، باش نبدا نخلط ونحط بشويه بشويه حتى لين تتعجن الكل.
هنا باش نزيدها شوية حليب تقريب 60 مليليتر، جوست باش تتلم العجينة وتشد روحها. وهكا العجينة حضرت، ما عادش تلصق في اليد كيما تشوفوا، دونك توا حضرت باش نجمو نكملو نخدموها. هذو الأدوات اللي باش نستعملوهم باش نعملو السابلي. عندنا القلقال، يعني عندي لهنا سيليكون، تنجمو تستعملو اللوح ولا أي نوع تحبو عليه. اللي اخترت القوالب هذوما اللي باش نستعملهم، تنجمو تختاروا أي نوع تحبو عليهم، تنجمو تختاروا حتى هذا متاع الصغار متاع الميكي ماوس ولا أي نوع تحبو عليه. سبق واستعملتهم يعني البارح ديجا، كما قلت لكم أي نوع قالب تحبوا عليه تستعملوه. وشوية فارينة باش نحطوها تحت السابلي باش ما يلصقناش. وهذه يعني جوست باش تعاوني نطلع بها الكعبات باش نحطهم في البلاتو. وتوا نبداو، اول حاجه نلموها شويه خاطر مازالت محلوله ديجا وطريه برشا كيما تراو، طريه على الاخر. ابارتير من توا نجمو نحطو نجمو نشعلو الفور بتاعنا على 180 درجه. نستعمل المروحه وانتم كيما تحبوا بالطبيعه. اذا باش تعملوا باش تستعملوا النار يعني من الفوق ولا من اللوطه، ماذا بيكم تنقصوا شويه خاطر 180 توالي برشا. وين تخليو العجينة طرية أكثر وين السابلي يطلع لكم مهشوش وأرطب، ما يطلعش يابس ويتكرمش. تعبكم شوية في الحلين أما في الأخر تجي نتيجة باهية. جوز طولوا عليها بالكم ولموها بشوية بشوية، ومع الفريدة اللي نرشوها من اللوطة ومن الفوق تولي صفاء. اذا حسيتوها ولا تلصق دونك رشوا شويه فارينه اخرى. حاولوا ما تزودوهاش برشا، هي ديجا بعد باش تنفخ شويه في الفور. اما كوم حاولوا ما تزودوهاش، تقريبا 3 4 سنتيمتر بالمرتاح خليوها كما هكا كما تشوفوا فيها. وين تجويد اكثر وين تحمر لكم في ساعة في الفور وتولي اي بس. توا باش نقطعو الكعبات كيف ما هكا، وإلي على خاطر السابلي باش نعمل زوز كعبات فوق بعضهم يعني كيف يطيبو، واحدة فوق واحدة في الوسط باش نعملو شوية معجون. دونك واحدة باش ننقبوها في الوسط وواحدة باش نخليوها اللي هي باش تكون لخطا اللوطاني، يعني باش يجيو كعبة على كعبة كيف ما هيك. والبلاتو هذا باش ندخله للفور
ماكسيموم ماكسيموم 10 دقائق. دوب ليش تحسوه شد روحه ولا ابيض، خرجوه خليه يشيح شويه يبرد شويه، وبعد تو يشد روحه باللول كي تهزوا الكعبه راهو باش تلقاوها طريه ومازالت ما هيش شاده روحها. اذا تخليوه اكثر ويبدا يحمر مش نبات راهو باش يولي يابس ويتقرمش. حتى هيك كفاوح اللي يحبه راهو بنين، اللي يحبه يابس شويه. انا اللي الحقيقه يعجبني كي يبدا طري وزيد تحط له المعجون يبدا فاوح برشا. وكيف ما تشوفون هنا اني عملت اكثر من شكل، عملت على شكل كور، على شكل مربع، فما صاب لي هذاك زاد باش نعمل بيه حاجه اخرى ان شاء الله تنهبط لكم في فيديو اخر شنو عملت بيه. تنجم تعملوا الاشكال اللي تحبوا عليها، وهذو هما الاشكال اللي عملتهم بايدي الكل. خليته يبرد شويه، بون يبرد بالكدا باش يشد روحه، باش كي نهز الكعبه في يدي ونحط لها المعجون ما تتفتفتش في اليد، تشد روحها بالكدا. وتو باش نحط له المعجون، كيما تراو باش نحط له معجون سفرجل، باش نحط معجون الفريز ولا زاد الفرومبواز يجي فيها برشا، واللي يحب زاد معجون المشمش يجي معاه بنين برشا. هو المعجون التونسي التراديسيونيل اللي ديما يحطوه هو معجون سفرجل، يحطوا زاد المشمش والفريز، اللي يعجبني برشا. باش نختار الكعبات اللي تقريبا يشبهوا لبعضهم، يعني فش في الكبر، على خاطر انتي بطبيعة كي باش تهز الكعبة وتحطها في البلاتو باش تبدل شوية شكلها، ولا باش تساع ولا تصغر شوية في الفور كي تحطها. دونك حاول تقريب خوض الأشكال اللي كيما بعضهم كيف كيف. باش ندهنها بالمعجون، ما تحطوش برشا معجون باش ما يخرج على الجنبات، جست حاولوا كونتيتي باهية بطبيعة كل واحد والذوق متاعو. وباش نكمل الكعبات صابلي الكل كي نعملهم بالمعجون كيما قلت لكم، تحطوا المعجون اللي تحبوا عليه والجولي تختاروه انتوما. وهذا هو الصابلي بتاعي حضر، وهذه هي الروسيت بتاعي، تحفونا على الاخر، ننصحكم جربوها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه اللي قدمتها لكم اليوم، وان شاء الله تجربوها، ونقولكم بسلامه.